FM. الكلمة ليك. والله فما زوز مستويات نجم نحكي عليهم رانا. المستوى الأول هو أنه العباد اللي تحكم في تونس اليوم، سواء اللي جات من وراء البحر سواء اللي جاية من النظام القديم، ما جات إلا من بعد ثورة صارت زادة أحداثها بالليل. كيف منظومة الحكم القائمة تو، خصوصا التحالف الحكومي من بين حركة النهضة ونداء تونس، مقام إلا من بعد اعتصام برضو كيف اللي كان طاير بالليل. بالتالي الحجة متاع الاحتجاج يعني مش قاعد تبرر معتها في العنف، لا قاعد تبرر في العنف، لا خمش نفهم عدنا سي حمزة طو نجي العنف في المستوى الثاني. لا مش نحكي لكن على الليل كإطار زماني، لا نحكي على الليل وما تشبهه من عمل العنف ونهب وسرقة. فهمت؟ تفضل. أنا احنا في بياناتنا وفي كلامنا في الإعلام وين في أي فرصة تفتح لنا نقول ونعبر أنه احتجاجاتنا سلمية اجتماعية ديمقراطية بعيدة على العنف وبعيدة على كل أشكال التجاوز القانون. لكن بالنسبة لي نحن كي نشوفوا العنف يجي كنتيجة للردود متاع الأمنيين في تعاملهم مع المتظاهرين والفيديوهات اللي نتفرجوا فيهم وهم مستنسين بهم ونعرفهم كيفاش يتصرفوا، والغازات المثيرة للدموع والضرب والعنف، وقتها نجم نتفهم الردود فعل متاع المحتجين. الكلمة ليك.